أحلى بسبوسة وأسهل بسبوسة بتاكلونها، موجودة في ليالي سكرت، وايد حلوة. طريقتها سهلة، عبارة عن حليب نيدو، سكر، جوز هند، بيكنج باودر، فانيلا، جيمر، قشطة، وبيضتين، وسميد. بس اليوم بضيف إضافة ثانية، بضيف شوي عليها من الجرفة، القرفة اللي هو دارسين، أوكي؟ أو ممكن ما تضيفونه بعد. بخلط المكونات كلها مع بعض. بسم الله، نسيت الزيت، سوري. بسم الله، نضيف الزيت كله. استخدمت المعياري، طبعا المقياس المعياري، أقل عن 3 دقائق هذه جاهزة البسبوسة. الحين بحطها في الطبق اللي بدخله الفرن. بعد ما دهنت الصينية اللي بدخلها الفرن، أحط البسبوسة، خليط البسبوسة. يا سلام، إيه الجمال ده. بعدها تحطين عليه جيمر. الجيمر عندك تعبين القمع، ما عندك قمع عادي تحطينه بهذا، عاد توزعينه بطريقة متساوية على البسبوسة. بسم الله، نبلش. قدرت تقصي الحبتين؟ قصيتها، الحين بوزع بهاي الطريقة، ببند عنكم التليفون، سوري، ببند الكاميرا وبشتغل أنا. صار عندي بهاي الطريقة، بس شوية حركة، شوية مش وايد. بس بعد ما وزعت الجيمر عليه، الحين أضيف عليه الشعيرية. بسم الله، نضيف تدريجي الشعيرية على القشطة، ولا تكثرون وايد، بس انه يتغطى، تتغطى القشطة. الحين بندخل الفرن، الحرارة اللي تحت مدة 20 دقيقة بالضبط، حرارة 180، لا تعلون الحرارة. إذا كانت الحرارة عالية شو بيصير؟ بتطلع فوق القشطة، بتطلع فوق، فهذا خطأ وايد منكم يسوونه وما يعرفون. الحرارة لازم تكون خفيفة 180. بعد 20 دقيقة استوت عندي البسبوسة بدون ما تطلع القشطة والجيمر، بدون ما يطلع فوق على السطح. إذا كان ساخن الفرن يطلع تطلع القشطة فوق، فخلوا الحرارة 180 خفيفة. شوفوا، شوفوا البسبوسة كيف مستوية. استوت عندي البسبوسة، شوفوا كيف من فوق، بس الشغلين شوي الحرارة اللي فوق عشان تحمر عندك الشعيرية، أوكي؟ والحين نقطعها وهي ساخنة، نقطعها. بعدها أحط عليه حليب مكثف اللي هو مركز. بسم الله، كامل البسبوسة، واللي ما عنده ممكن تحطون شرب. والحين بتشوفون البسبوسة تشرب كامل حليب المكثف المحلى المركز. هي ساخنة يفضل عشان تشربها كامل. خليها على الصوب لين ما تبرد. هذه البسبوسة شربت حليب المركز، الحين بزينها. إذا حابين بزين شوية بالفستق الحلبي. هذه بسبوستنا جاهزة، لذيذة وايد حلوة، جربوها. وإذا حاب زينينها بالروز زينيها. لذيذة البسبوسة، بسم الله. شوفوا 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 شوفوا، يامي ريحة الجرفة، القرفة، دارسين طاغية. إذا ما تحبون لا تحطون. بسم الله، حاجة لذيذة، حاجة. شوفوا الشمس بحطها، شوفوا شكلها، حاجة خيالية وايد حلوة. شوفوا شوفوا